تواصلنا مع العديد من الفلاحة ويحكيونا يقولون رانا نبيعوا بأسوام زهيدة جدا ونقعدوا باهتين كيفاش توصل للسوق هكاكا. كيف نحكيو مع المستهلكين يقولك راي الأسوام تدمغ توصل لنا غالية ما نشريوش. دونك أصابع الاتهام ماشية للوسطة ماشية للهباطة ماشية. دونك احنا جينا اليوم للمكنين كيما مشينا لبرشا أسواق أخرى باش نعرفوا الاسوام اللي موجوده لهنا وهل انه الكلام هذا صحيح ولا غلط. لا هذا ما فهمش صحيح الكلام هذا. احنا الساعه الشفافيه والمصداقيه في السوق هنا الفلاح هو كي يبيع سلعته يبدا حاضر على عمليه البيع، فهمتني؟ الفلاح يبدا موجود يبدا حاضر على عمليه البيع، وعمليه البيع مثلا اجى هذا كيما فلاح اجى هذا فلاح من الققوان يبدا حاضر على عمليه البيع نتاعو يبيع هو ونبيع له انا والسلعه نتاعو تتحط على البسكوله وحتى الميزان نتاعو ويشوفوا الميزان نتاعو لقيتش تغير في الاسعار النهار ولا لقيتش اللي تباع بها السلعه تلقاها في الفاتوره ولا كيفاش؟ قول لي انت قد عندك هامش ربح بالسلعه اللي بيعها لك؟ لا ما يبيعليش هو ثم علاقه تعاقديه بيني وبينه ثم ثقه بيناتنا، هذا يهبط عندي 30 عام و25 عام، فهمتي؟ المحافظ على سيد العمل بالسوق يهبط سلعته ويمشي يقعد على روحه ولا يقعد واقف، فهمتي كيف؟ انا نبيع له سلعته ومن بعد القالب اللي نبيع له يلقاها هذيك يوميا وعنده 25 و30 عام. على الكوميسيون تاع السوق هذيك هي الكوميسيون تاع السوق 12% هكا هو فهمتي خمسه تمشي للبلديه وثم عندنا اداه بلديه وثم عندنا اداه نتاع قبضه هذيك هي فهمتني. اما المصداقيه والشفافيه في المعاملات ما ثماش ما نجمش لا ما ثماش من هذه لا سبيل اليها فهمتي الحكايه هذه وخاصه في سوق الجمله بالمكنين فهمتي لا سبيل اليه بالتلاعب بمصالح الفلاح هذه. احنا تو حجم السوق وحجم المعاملات اللي قاعده تصير في السوق هذه مبنيه على الثقه، والثقه هذه متواصله ما يقارب ال 20 و30 عام مش عام ولا 2 ولا 3. هو كان جاي فهمتي ثم تلاعب في الاسعار ولا ثم تلاعب في الميزان ما عادش يرجع الفلاح هذاك. وقت ويت الفلاح تهبط سلاحها وتمشي على روحها. عندنا سير عمل قاعد يمشي في السوق، ثم المحافظه ثم اداره التجاره نهار كل متواجده، اعوان الامن زاد يومين متواجدين، ومحافظه على سير العمل بالسوق، ثم بعض النجاس اما كما قال الشاذ يحفظ ولا يقاسوا عليه. فهمت ماناش باش نعدوا عليه كما قلت، اما موجود كل شيء بالوضوح. شنو تاخذ من عنده؟ انا ما ناخذش من عنده. اي شنو يهبط لك؟ هبط لي في المشماش مثلا، فهمتني؟ يهبط كان حب يرتاح شويه ولا حب يوقف على عمل بيع، اللي يتباع له به يتقيد له به، ما ثماش تلاعب لا في الاسعار لا في الميزان، ونتحدى اي واحد هذا في السوق هنا الكل يقول لك ثم تلاعب في الاسعار ولا ثم تلاعب في الميزان. انا بحكم قبلتي عندي اما يقارب 40 عام انا في السوق، مفدي فتح الله وكيل بيع رقم 30. فهمتني؟ ونجم بعد ساعات نخليه يبيع وحده بعد ساعات، كي يبيع وحده انا نشوف الاسعار نتاعو يلقاهم في فاتورته من بعد ما يبيع توا يجي يتصل ياخذ الفاتوره نتاعو. فهمت؟ اما هذه بالطبيعة احنا خاطرنا في نقطة الوسط ديما اصابع الاتهام متوجهة لنا احنا اللي هي عملية غير صحيحة. فهمتني؟ كيما قلت لك معناها عندنا 40 باش تفسر انه البطيخ مثلا ناخذوا البطيخ يقولوا لي انه يتباع ب 700 ب 800 استناني كي نوصلوا لبرا عند الوكيل نلقاوه ب 2500 وب 2000 وحيوصل حتى 2800. البطيخ يفرق، ثم بطيخ وثم بطيخ وثم بطيخ، ثم ثلاثة وأربعة أنواع بطيخ، بعض يمكن ثم بعض النجاس في الخضارة يمكن ياخذ بطيخ كما نقولوا بتاع 700 ويحطوا على 6 فاتورة 1500. أول بيع ثم أول بيع كي ياخذ ويشري سلعة هو يتصل طول ياخذ الكيتونس نتاعو. الكيتونس هذيك اللي باش يبيع بها. نعطيه الفاتوره بقداش هي من شنو؟ نعطيه الفاتوره بقداش هي الفاتوره هذيك يبيع بها ولازم يبيع بها، ما ثماش زياده في الاسعار وما ثماش، ثم اداره التجاره ثم مراقبه. خلينا في الفاتوره اللي نسمعوه عند الخضاره وقت اللي نتواصلوا معاهم علاش تغليوا على المواطن في الخضره، يقول لك لا يا سيدي استناني، يقول لك لا يا سيدي انا ناخذ بفاتورتي صحيح اما راني نمشي حويجه. شنو يا حويجه؟ معناها حويجه؟ وهاو خضاره كان ثم واحد خذاها تحت الطاوله ودفع تحت الطاوله يتفضل، ثم اداره التجاره، ثم اعوان امن، ثم سير عمل حتى توتي ستكتور تقول لي ثم تحت الطاوله ثم تلاعب وثم ما ثماش هذا منين ثم هذا؟ ركزت في سؤالي قلت لك راهو اللي نسمعوه من الخضاره بصفه عامه في الاسواق الكل يقولوا لي هكا. انت شنو رايك؟ هو كي يبدا الخضاره خارج من الباب ثم مستلزم ياخذ الكيتونس نتاعو، كي ياخذ الكيتونس فهمتي فيها السعر وفيها الفاتوره وفيها قداش؟ قد باش يقول له انا زدت 20 و30 الف ما نجمش يقولها له. سمعتني؟ معناه ما نجمش يعطي هو خاطر يمشي عليك الكيتونس اللي هذيك. انت تنفي الكلام هذا؟ ننفيه نفيا باتا. شو تبيع؟ بيع المشماش. مشماش هو؟ هكا هو مشماش. مد دينار للبي. مد دينار للبي. مد دينار للبي. من عندك انت؟ انت فلاح. فلاح. دينار حتى للبي. سم المشماش؟ سم المشماش. سم الجملة.
لا فهمت. سوم الجمله لهنا دينار 15 الفين انت والسلع. انت تبيع مثلا فلاح تبيع المشمش ب 1000 فرنك. 15 دينار انت انت والسلع. علاش تبيع لبرا للوكيل ب 1500 وب 2000؟ تاع دينار تبيع ب 15. كاليتي خايبه. اي كاليتي تفرق. يعطيك الصحة. هي السلعة تجي مصنفة. ثم بيميير شوا، ثم دوزيام شوا، ثم توازيام شوا. لو بيميير شوا يتباع بسومو. والدوزيام شوا يتباع بسومو، والتوازيام شوا يتباع بسومو. احنا ننظر كان الأسهم العائلة من منطلق المواطن التونسي، حتى أنا كي نمشي نشري حاجة، ننظر كان لك الحاجة الغالية. ما ننظرش لك الحاجة المتوسطة ولا حاجة ثانية. هنا عقد وطلب هي العملية، وكل قدير وقدر. واحد يشري متاع دينار، واحد يشري متاع 1500، واحد يشري متاع 2000. مفدي فتح الله، مفدي فتح الله. فهمتني؟ واحد يشري متاع دينار، واحد يشري متاع 1500، واحد يشري متاع 2000. احنا الشير نعم. تفضل. انا نسالك انا وانت وسع معي بيك. مرحبا بيك. بيك. ما يقولوا كان عجبك رخصوا في ثنية طيش نصه. صحيح رخصوا صحيح، كان عجبك رخصوا طيب سلعة دينار مثلا ماشي كيما سلعة 2000 فرنك، ماشي كيما سلعة 3000، ثم خضار ينجم يشري سلعة 2000، ثم خضار ينجم يشري سلعة 3000، وثم خضار يشري سلعة 1000 ونص. ما نقول لك ناخذ الغالي وما ناخذش الرخيص خاطر باش نلوحوا ديجا. الغالي عنده سومو. كل حاجة رسومة، الغالي عنده رسومه وياخذ المتوسطة، ثم أسواق شعبية، ثم مناطق شعبية لهنا في الساحل كما نقولوا احنا منطقة شعبية معناها كما تاخذ معناها بسوم رخيص، وثم كما نقولوا حوانت في المتوسطة وبسوم معقول ثم معقول تعمل الجودة نتاعو ثم موجود هي عقد وطلب، عقد في العقد وطلب هذا ثم سلعة خشينة وثم سلعة باهية كل حاجة وثم سلعة وثم خضار كما قلت لك كما نقولوا خضار نتاع الحوانت نتاع سوسة ونتاع المستير مش كيما حوان كيما نقولوا سوق شعبي لهنا كيما نقولوا في قصر الهيل ولا في المكنين ولا حاجه مش كيف كيف تختلف الاسعار تمشي للولايه احنا تلقانا السلعه مصنفينها الصباح وعمليه البيع تنطلق من 3:30 نتاع الصباح عمليه البيع الخضار اصناف اصناف ثم شكون يحب السلعه الغاليه ثم شكون يحب السلعه المتوسطه ثم شكون يحب السلعه الصغيره وكل حد وبلاصته المنطقه اللي يبيع فيها مش كيما يبيع في مركز ولايه في المهديه ولا في المستير ولا في سوسه كيما يبيع كيما نقولوا احنا في سوق شعبي سي مفتي وجاوب لي يا ودي استناني يا سي مفتي ما احنا في اطار التوضيح ونحبوا ناخذوا المعلومه من مصدرها يقول لك ما بين التجاوزات اللي تصير لنا انه نلقاو شويه في الميزانه ميل لا 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 هوني في السوق الجمله في اسواق الجمله ديما ما نعمم في اسواق الجمله بالنسبه لي انا ونتكلموا على ضمانتي بالنسبه لسوق الجمله في المكنين لا مجال للتلاعب بمصالح الفلاحه الميزان ميزان تورناتا تورناتا وال 500 500 وال 400 400 لهنا نلعبوا على ضمير الهبات هو وضميره الهبات ثم مصداقيه وثم ثم شفافيه في الوسط فهمتوا الميزان نتاعو يغزغ له هو في البسكوله غادي كايك البسكوله هاي يتلوني يغزغ ثلاثة ميقلة بيش تامبون كل عام إدارة التجارة تجي تتبعهم وتعطي طالون بتاعها إذا ما يصيرش فيها كيفاش معقول هذا ما تخليكش إدارة التجارة اسأل أنا راني نسأل لا نعرف تسأل وإحنا نجاوبوك فهمتني ما يصيرش الاعمال هذا يستحيل كل عام تجي اداره التجاره تتبعهم التجاره تجيكم لهنا يومين متواجده والامن يومين متواجد تحضر على سير عمليه البيع فهمتي وتراقب في الاسعار ومتمكنه من السوق فهمتي وتعرف اللي ثم وما ثماش حتى كيصير تلاعب في الاسعار ولا زياده يبدو على بالهم مش مخليين لا مجال لا مجال ماشي الصنادق يتباعوا بالعينين من البعيد لبعيد شنو ثماش خمسة شنو خمسة؟ اش معناها خمسة؟ فهمني أنا ما فهمتش معناها، أخي نبيعوا بالخمسة احنا هنا ما نبيعوش بالخمسة، هذه سلعة 2000، هذه سلعة 3000، هذه سلعة دينار، هذه سلعة 1500، والشاري كل حب يحب يشري الشاري.